أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم والذين آمنوا
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله شيء عليم. إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت. وما لكم
ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
زين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم. اللهم اشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.